تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشنال وبيروت سيتي على فيسبوك. أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضوي وزميلي المصور على ميس من محطة للمحروقات في زوطرة شرقية قضاء النبطية، حيث نتابع موضوع مستجد وهو ارتفاع جديد. يعني عدنا إلى الارتفاعات في أسعار المحروقات، حيث ارتفع سعر البنزين 12000 ليرة والمازوت 18000 والغاز 15000 ليرة لبنانية. وهذه العودة يقول ممثل موزعي المحروقات في لبنان الأستاذ فادي أبو شارة أنه عودة غير مطمئنة، لأنه البرميل سعر برميل النفط عالميا عم يرتفع، وبالتالي قد نشهد عودة ارتفاع الأسعار. على كل حال برحب بالأستاذ فادي أبو شارة مباشرة باتصال هاتفي ومداخل. أستاذ فادي بحييك عبر صوت بيروت انترناشونال. كل المستمعين يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني عم نرجع نشهد من جديد عودة ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات بشكل عام، إذا فينا نحكي دغري عن السبب حيال ذلك. نحن كلنا بنعرف بلبنان نحن منا بلد منتج. نعم. نحن بنتمنى بأقرب وقت يصير عندنا محروقات، هذا أملنا الوحيد، أمل الوحيد للشعب اللبناني ليقدر يتحسن لقمة العيش، لا يقدر يرجع أمواله اللي هي بالبنوكي ما عم يقدر يرجعها. عنا أمل أنه يصير عنا محروقات. اليوم بموضوع المحروقات، بموضوع أسعار النفط عالميا، كلنا بنعرف أنه الدول المصدرة لما بتخفف الإنتاج، هذه تعليمات من السعودية ومن الدول، لما خفف الإنتاج طلع برميل النفط. برميل النفط بالانخفاض وصل ل 70 دولار، اليوم صرنا بال 95 دولار. ال 95 دولار هذا شكل ارتفاع لاسعار البنزين والمازوت. هالارتفاع اللي شكله برميل النفط عم يدفع اليوم ثمن هالارتفاع المواطن اللبناني، والله يعين المواطن. هو اليوم المواطن كبش محرقة، كان في ارتفاع بالعالم او ارتفاع باسعار الدولار بالاسواق المحلية، وخصوصا نحن اليوم قادمين على ابواب فصل الشتاء، وبالتالي هناك ازمة ربما بموضوع المازوت تحديدا. فصل الشتاء كنا بالماضي، انا بتذكر انا من فتره طويله برقابات المحروقات لما كانت تنكت المازوت ب 15000 على ايام دوله الرئيس الشهيد رفيق الحريري. كان في عده اتصالات تصير بيننا وبين الحكومه وبيننا وبين دوله الرئيس، كانوا يفكروا يقولوا برميل النفط كان يعني البرميل 150000 حرام، كيف بده يعبيه المواطن اللبناني؟ كانوا يفكروا بالدعم يدعموا تنك المازوت او يدعموا البنزين ليقدر المواطن يكون عم يعبي تنك المازوت مرتاح ابواب فصل الشتاء. للاسف اليوم صارت برميل النفط برميل المازوت رقم كثير كبير، يعني كنا بنعرف قد ايه الرقم اليوم لبرميل المازوت والبنزين كذلك الامر، ارتفاع ورا ارتفاع. وبرجع باكد لك المواطن اللبناني وعم يدفع الثمن لانه هاي الارتفاعات بالعالم مش عندنا بلبنان. أمام هذا المشهد شو بيعلق موزعو المحروقات اليوم؟ يعني حضرتكم كموزعين للمحروقات بلبنان شو بتعلقوا على هذا الموضوع، وكيف رح يكون في، هل هناك مساعي ربما ل يعني نضبط الوضع قبل فلاتينه إذا قادمين على المزيد من الارتفاع؟ نحن بالنسبة لنا كموزعين محروقات عم نقوم بجولات ومنطمن، وكنت بجولة امبارح على منطقة علايل التقيت بزميلنا مروان شهيد طمن على موضوع المازوت. بلش الطلب على المحطات في مادة المازوت من شان فصل الشتاء، هذا الطلب بلش، بس احنا بنطمن انه البضاعة متوفرة ما في اي مشكلة كان مادة البنزين او المازوت. اليوم المشكلة الاكبر هي ارتفاعات اسعار النفط عالميا، هيدي المشكلة مستجدة عندنا بالبلد. عن موضوع المحروقات اليوم كله على الدولار، ما في اي مشكلة من قبل مصرف لبنان او من قبل شركات المستوردة. يعني البضاعة متوفرة بس عندنا مشكلة بارتفاع اسعارها. بالضاعة متوفرة بس في عنا موضوع الأسعار، ونحن على طول عم بيكون في اجتماعات وعم بيكون في اتصالات إن شاء الله إنه ما بصير أزمة بالوقت القريب، هذا الشيء اللي بنتمناه، لا قريب ولا بعيد، لأنه ما بقى ما قصنا أزمة.
شكرا لك ممثل وزيع المحروقات في لبنان السيس فادي أبو شارة، شكرا لك على هذه المداخلة. فإذا الله يعافيك، فإذا مشاهدينا مشاهدي صوت بيروت انترناشنال، هذه المشكلة المستجدة وهي عودة الارتفاع بأسعار المحروقات وتحديدا بسعر المازوت اللي عم يرتفع سعره عالميا بشكل كتير كبير. خليني أقول قديش أصبح المازوت 1,738,000 ليرة لبنانية بحسب تسعيرة يوم أمس، الغاز 938,000 ليرة لبنانية، أما البنزين 95 أوكتان ف1,836,000 ليرة لبنانية. برحب بالسيد حفظ إسماعيل كمان مدير هذه المحطة، يعطيك العافية. يعني للأسف عم نرجع يتكرر السيناريو، كان قبل في استقرار بالأسعار، هلا عم نرجع نشوف ارتفاعات، وعم يبشرنا ممثل موزعي المحروقات بأنه خزنوا مازوت أو عبوا بنزين لأنه في مزيد من الارتفاعات. شو تعليقكم كأصحاب محطة؟ بالضبط، في مزيد من الارتفاعات نتيجة ارتفاع برميل النفط. وفي شح بمادة الديزل بهالأيام، يعني نتيجة الطلب الزايد عليها، ويعني والعالم ما لحقت حالها وعبت مازوت، فهلا كله بده يعبي قبل الشتاء. وخايفين من انه ازمه او انه غلا بعد اكثر من هيك. وبرميل النفط كمان عم يطلع سعره نتيجه تخفيض انتاج النفط عالميا، يعني فهذه هي الاسباب الارتفاع باسعار النفط كانه ديزل او بنزين. اليوم عم يصير في اقبال، عم تقول حضرتك، على ماده المازوت، ونحن قادمين على فصل الشتاء، موقعين يصير في اقبال اكثر، موقعين العالم يكون عندها هذا الخوف من انه يرتفع سعر المازوت. كيف موقعين نرجع نشهد سيناريوهات مخيفه مثل السابق ولا لا؟ ازمه ما بعتقد يصير في ازمه انه انقطاع لماده المازوت، بس في غلا، طبعا في غلا، يعني اسبوعيا المازوت عم يغلى، اسبوعيا البنزين عم يغلى. يعني المازوت صار 19 شوي و 40 سنت بالدولار، البنزين 20.5 بالدولار، ففي بعض غلا بالديزل وبالبنزين كمان. شكرا لك سيد حافظ اسماعيل. كمان رح يكون في لنا مشاهدينا تقرير مفصل بيكشف توقعات اسعار النفط بالعام 2024 وتاثيراتها الاقتصاديه والسياسيه، رح نكون عم نشتغل هذا التقرير لحتى نشوف كمان بالعام المقبل قديش رح تكون الاسعار وشو ناطرنا بفصل الشتاء ايضا من اسعار للمحروقات. برجع بحييكم، للاسف المعلومات لا تبشر بالخير، وهناك المزيد من الارتفاع في أسعار المحروقات في الأيام المقبلة نظرا لارتفاع سعر البرميل العالمي. برجع بحييكم من جنوب إبراهيم ضاوي على ماسو بيروت انترناشنال، إلى اللقاء.